أهلا وسهلا بكل مشاهدينا. طفلة يدوب عمرها 14 سنة خرجت من بيتها تشتري حاجة بعلم أهلها، ومن اللحظة دي ما رجعتش تاني. حكاية فيها غموض كبير، فتعالوا نعرف إيه حكاية الطفلة رحمة اللي قلبت الدنيا بمحافظة القليوبية. فجأة وبدون أي سبب خرجت رحمة صاحبة الـ 14 عام من منزلها بمنطقة اسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وللأسف ما رجعتش تاني بقالها أكتر من أسبوع، وظلت الأسرة تبحث عنها عند القرايب والجيران دون أي جدوى أو العثور عليها. الواقع بدأت لما كانت الأسرة بتحتفل بخطوبة شقيقة رحمة، وعندما طلب منها شراء متطلبات الخطوبة ومنها الحاجة الساقعة ذهبت ولم تعد، وتحول حفل الخطوبة إلى حزن وبكاء بين الجميع. الغريب أنه في حالة من الغموض في هذه الواقعة، وده اللي خلى أسرة رحمة تصيبها حالة من الخوف والفزع عليها، خاصة وأن والدها تلقى منذ شهر رسالة هاتفية من شخص مجهول بيطلب فيه الزواج من بنته رحمة، وعندما رفض الأب هدده بنشر صورها عارية على الفيسبوك. وفور غياب الفتاة وعدم العثور عليها حررت الأسرة محضر بالواقعة، وما زالت أجهزة الأمن في القليوبية تكثف من جهودها لكشف غموض اختفاء الفتاة عن المنزل، وجاري البحث عنها لإعادتها لمنزلها، وتتوالى الجهات المعنية التحقيق. وكانت بداية تحرك الأجهزة الأمنية لما تلقت مديرية أمن القليوبية اختارا من قسم ثاني شبرا الخيمة تفيد ببلاغا من فيه ألف والد فتاة تدعى رحمة عمرها 14 عام متغيبة عن المنزل منذ 8 أيام عقب خروجها لشراء بعض الأشياء للمنزل. وقال في بلاغه أنه تلقى منذ شهر قبل اختفائها مكالمة تليفونية من شخص مجهول على هاتفه المحمول بيطلب منه الزواج من بنته، وعندما رفض لصغر سنها قال أن المتصل هدده بتصويرها عارية ونشرها على الفيسبوك، وقال أيضا أنه أغلق الهاتف في وجهه ووضع رقمه في قائمة الحظر حتى لا يستطيع الاتصال به مرة أخرى. وطالب الأب في بلاغه لأجهزة الأمن أنه يريد عودة بنته والتي اختفت فجأة ولا توجد أي مشكلات مع أحد من أسرتها اللي بيحبوها جميعا، فهي الابنة الصغرى. وطالب أيضا جميع المسؤولين في مساعدته لوصوله لبنته حيث أرسلتها والدتها لشراء بعض متطلبات المنزل ولم تعد مرة أخرى. وبسؤال والدة الفتاة المتغيبة قالت تقريبا نفس الكلام اللي قاله الأب، وأفادت أن بنتها تغيبت فجأة حيث كانوا في مناسبة عائلية وهي قراءة فتحة شقيقتها، وعندما طلب منها شراء متطلبات مستلزمات الحفلة ذهبت ولم تعد من وقتها منذ 8 أيام. وحاليا بتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها العثور على الفتاة وإعادتها لأسرتها، وجاري فحص علاقات الأسرة والفتاة والسؤال لأفراد العائلة وزملتها وفحص بعض كاميرات المراقبة في خط سير الفتاة عقب خروجها من منزلها. وطبعا احنا كمان بنتمنى عودة الطفلة رحمة في أقرب وقت لأهلها، وبنرجع وبنحذر مرة تانية ان اي حد يتعرض لتهديد او ابتزاز إلكتروني زي اللي حصل مع والد الفتاة رحمة لازم يبلغ الأجهزة الأمنية على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، وشكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.